حد فيقول لي كلمة فتزيدني أنا، تزيد وتكمل، كلنا مكملين بعضنا. اي نعم، وهذه حياة تكاملية، الواحد يزود الثاني. بس حياة حلوة، اللهم لك الحمد. والله اليوم أنت حياة حلوة بوجودك يا يا حبيبي. اليوم أنت اليوم غير. تعرف أنا عشان ما جيت معي كم مرة يعني؟ إيه، ثلاث مرات، فالمرة هذه إن شاء الله. تدري يا أبو، إذا جاك واحد طال عمرك وجاب لك كلام صح، كلام رصرص، إيش دقيقة لو اسمح كنترول شو دقيقة رصرص إيش يعني؟ مرصرص يعني تكتك. إيه كلام حبوك صح، وجايك هذا خذها، ترى هذه دراسة عندي أنا، دراسة من قلب يعني، من قلب كلامي قاطع يعني، قاطع دراسة عند مين؟ والله دراسة أنا دارسها متعلمها والله. إذا شفت الكلام يعني جاك طال عمرك كلام صح مرتب وأنت تاخذه بقبلية يعني ترتاح لدى الكلام، ادر انه شيء مساعد، ترى كلام جدي وبساعد، كلام جدي وزاد، لا تحطيني مساعد والله مساعد، كلام جدي والله. معليش يا مشاهدينا، اليوم والله اني جيت ابغى نتكلم، لكن اليوم نخليها سواليف مع الشباب وناخذ علومهم ونطلع الايجابية اللي عندنا. شفت ابو سعد؟ اسلم اسلم. فهذا الكلام طال عمرك اللي يجيك من تكتك وزي والله يا رسول، لا يعني مرتب كلام مثل كلام جميل. والله اني انا مبسوط، بس انا اليوم اشوفك يا اخي غير. انت اليوم انت اقسم بالله فيك، الله يا اخي احس انك من جوا امام. الله يطول عمرك. اسلم. فاذا جاك الكلام مرتب فدر انه طالع من الخاطر. اي والله ما طالع من قلبه صح. اذا جاء يعني مرتب ومنسق، اذا جاء مثل جبرك بين كلامه يعني طالع من ايش؟ طالع من قلبه. طيب والله والله شفت يعني الكلام مرتب، حتى انا اللي هنا شفني انا بهيمه، ما لي بهيمه. لا تقرا ما اعرف ارتب الكلام، قصدي تقرا والله اني ما اعرف ارتب الكلام، بس بعض الاحيان يجي كلامي ما له شكل، يجيك صح ليه؟ لانه طالع من خاطر. ترى ذي مصيبه عليك، ترى دراسه صح. انت اذا صار الكلام مو مرتب مو من الخاطر. لا ما هو على كل حال، هي على كل حال. لا مكابس والله، موجود بطاقه كذا لسه، انها جاب الخاطر الحال. اقسم بالله شوف انا اقولها وانا صادق، حتى ما يتكلم. والله والله وانا صادق اقول هالكلام، ان الجلسه معكم انها جبر خاطر. الله يرضى، واني والله وانا اجي اقسم بالله اني اجي انبسط شوفتكم، بس انتم والله انكم ايش قوم كشكم. لا قول ان شاء الله، 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 قول ان شاء الله. مره واحده فأنا أقول الجلسة معكم والله.